كل إنسان ممكن يتعرض لمواقف رفض في حياته، بيقدم لوظيفة واترفض، اتقدم مثلا لواحدة ورفضته، من صديق، من أي كان. يعني مواقف الرفض اللي ممكن يتعرض ليها الإنسان كتيرة جدا، وطبعا المواقف دي بتأثر جدا على نفسيتنا لأننا بشر نتأثر عادي جدا، لكن الفكرة إننا ما نخليهاش تأثر علينا لدرجة إن إحنا نشوف العالم كله كئيب والعالم سوداوي وإن مفيش أمل بعد كده خالص. ففي شوية نصايح كده ممكن تساعدنا إن مواقف الرفض اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا يكون تأثيرها قليل علينا شوية، ما يأثرش على نفسيتنا بطريقة كبيرة جدا. أول طريقة، ما تأجلش مواجهة الرفض اللي أنت تعرضت له في حياتك. حاول تواجه الموقف بكل شجاعة وتعبر عن الإحساس اللي انت حاسه جواك وتعبر عن مشاعرك وما تكتمش مشاعرك جواك. أكيد انت حاسس بحزن كبير جدا من الموقف اللي انت تعرضت له، عبر عن مشاعرك عن الحزن اللي انت حاسه وواجه نفسك، لأن تأجيل مواجهة الموضوع هيخليك تراكم المشاعر السلبية جواك، ومع الوقت هيخليك تحس دايما ان انت متضايق من حاجة انت مش عارف سببها، لأن مراكمة المشاعر السلبية جوه الإنسان بتخليه مع الوقت يكون إنسان سلبي، شعوره سلبي دايما مع أي موقف. وحتى لو حصل لك أي موقف بسيط في حياتك هتلاقي نفسك حاسس بغضب مبالغ فيه. النقطة دي سببها إن الإنسان بيراكم مشاعره السلبية جواه، كل ما يحصل له موقف مثلا حزين أو موقف رفض أو أيا كان الموقف اللي بتعرض له بيفضل يراكمه جواه، فمع الوقت المواقف دي بتكتر جدا لدرجة إن هو ما بيبقاش قابل أي مواقف تانية تحصل له في حياته. فأي موقف صغير بيحصل له في حياته بيكون رد فعله مبالغ فيه. تاني حاجة لازم تعملها إنك تتواجد مع أصدقاء، تتواجد مع أهلك، تتواجد مع ناس بتحبك. يعني ما تقعدش وحيد مثلا في مكان وخلاص بقى الموقف ده يأثر عليك وإن انت تفضل قاعد منعزل عن العالم. الأفضل ليك إنك ما تنعزلش عن العالم، وبالعكس تحاول تجد صداقات أكتر في حياتك وتحاول تتواجد مع ناس بتحبك أكتر في حياتك. ده هيساعدك جدا ان انت تخرج من الموقف، هيخليك تبص للموقف ان انا مش مرفوض عموما من كل الناس، وتحس ان انت شخص يعني مش محبوب، شخص مش مقبول، الناس مش قابلاه. تواجدك مع اصدقاء او اهل او ناس بتحبك هيخليك تحس ان موقف الرفض ده هو مجرد موقف، يعني مش بيعبر عن حياتك او عن موقف الناس كلها اتجاهك. مش كل الناس رفضوك، في ناس بتحبك وفي ناس قابله جدا تكون في حياتها، حابه ان انت تكون في حياتها وشايفاك شخص مميز جدا بالنسبه لها. فحاول تتواجد مع الناس دي، هتدعمك وهتسندك وهتخليك تعدي الموقف بسلام ويكون موقف عادي ومجرد موقف وعدى في حياتك. لان طبعا اسهل طريقة الاكتئاب والاحباط والملل والافكار السلبية اللي في العالم كلها تدخل في دماغك ان انت تكون وحيد ومنعزل. في اللحظة دي هتلاقي كل المواقف السلبية وكل الحاجات السيئة اللي تعرضت لها في حياتك اتجمعت وبقت في دماغك وبقت تشغل تفكيرك جدا، لان مفيش اي حاجة بتعملها جديدة، فالطبيعي ان انت مش هتلاقي حاجة تشغل نفسك بيها ولا هتلاقي ناس مثلا تتكلم معاك، فتبدأ ان انت تفكيرك يتغير، نظرتك للامور تتغير. تالت طريقة، انك تفهم يعني ايه رفض، تفهم موقف الرفض نفسه. الرفض ده عبارة عن ان شخص مثلا عايز حاجة وشخص تاني مش متوفر فيه الحاجة دي او الشروط او المتطلبات دي، فالطبيعي ان الشخص ده مش هيقبلها لان مش دي الشروط اللي هو عايزها. فالرفض ان شخص عايز حاجة والتاني مش متوفرة فيه الحاجة دي، فما تاخدهاش بمحمل شخصي ان انت نفسك مرفوض. يعني مثلا شركة عايزة توظف موظفين جداد وفي شروط معينة او متطلبات معينة هي عايزاها في الموظفين دول، وانت مثلا مش متوفر فيك الشروط دي، هي طالبة لغات معينة ومهارات معينة، المهارات او اللغات دي مش متوفرة فيك، فالطبيعي ان صاحب الشركة مش هيقبلك في الشركة. فالرفض هنا مش اساسه شخصي، مش مبني على ان انت نفسك مرفوض، الشروط او المعايير هنا مش منطبقة على مهاراتك، مش محتاجها، مش متوافقة مع متطلباته، فالموضوع مش شخصي. فحاول تفهم النقطة دي، النقطة دي هتريحك جدا. فالموضوع هنا ان شخص عايز حاجة بس حاجة دي مش منطبقة على الصفات اللي فيك او مش منطبقة على المهارات او المميزات اللي فيك. فكرة الرفض نفسها هي عبارة عن تواجد شخص مناسب في مكان غير مناسب. يعني مثلا زراعة الصبار مش هتناسب زراعة الورد، ده ليه البيئة المناسبة ليه وده ليه البيئة المناسبة ليه والمناخ المناسب ليه وطريقة الزراعة المناسبة ليه. فحاول تفصل ذاتك عن موضوع الرفض،
مش معنى ان شخص مثلا رفضني ان انا شخص وحش وان انا شخص مش محبوب من العالم كله، لا، هي الفكرة ان الشخص ده طريقة تفكير مختلفة. الطبيعي ان الناس مختلفة، كلنا مختلفين، كل انسان ليه طريقة تفكير مختلفة، فانت ما تقدرش تجبر شخص مختلف في تفكيره وفي ارائه وفي حياته ان هو يتقبلك بتفكيرك المختلف عنه برضه. يعني هو مختلف وانت كمان مختلف، انت هتلاقي اللي يشبهك وهتلاقي الحاجة اللي تناسبك، وهو كمان هيلاقي الحاجة اللي تشبهه والحاجة اللي تناسبه. فانت لما تخرج نفسك من الموضوع وتبص للصورة بطريقة مختلفة، هتلاقي انك بتتعامل مع الموضوع بطريقة عقلانية اكتر وطريقة حكيمة اكتر، فتجاوزك للموقف هيكون اسرع، وبالطريقة دي نظرتك للامور هتكون مختلفة، وهتحاول ان انت تبرمج عقلك ان هو يفكر بالطريقة الجديدة اللي تخليك او تساعدك ان انت تتجاوز الموقف بكل سهولة. اخر طريقة هتساعدك، ودي بالنسبة لي اهم طريقة، تعيد بناء ثقتك بنفسك. يعني بالرغم من الصورة العقلانية وبالرغم ان احنا هنحاول نبص للامور بنظرة مختلفة، لكن برضو الموضوع ممكن يأثر فينا شوية، فمهم جدا ان انت تعيد بناء ثقتك بنفسك. تحاول تدور على الحاجات اللي انت متميز فيها وتعملها، اللي انت بتبدع فيها، الحاجات اللي هي مصدر قوة بالنسبة لك او انت قوي فيها جدا، مميز فيها جدا، حاول تدور عليها وتعملها. ومهم كمان اهتم بنفسك بطريقة كبيرة جدا اكتر من الاول بكتير، اهتم سواء بثقافتك، سواء تهتم بمظهرك، حاول تطور مهاراتك، حاول تتعلم حاجات جديدة. النقطة دي مهمة جدا، حاول تطلع كل الطاقة اللي جواك وكل الضيق اللي جواك من الرفض اللي انت تعرضت له في ان انت تعمل حاجة مميزة ليك انت شخصيا، حاجة تحسن من مستواك وتطور شخصيتك وتخليك شخص افضل. دي اكتر حاجة ممكن تساعدك انك تتجاوز اي موقف رفض ممكن تتعرض له في حياتك، او اي موقف يضايقك من اي شخص في الحياة. تهتم بنفسك، خلي نفسك دي كده رقم واحد، اهتم بيها جدا لأبعد الحدود. كل ما تتعرض لموقف رفض في حياتك او كل ما تتعرض لتجاهل من اي شخص في الدنيا، صب كل ضيقتك وكل الغضب اللي جواك في ان انت تهتم بنفسك. مع الوقت هتلاقي ان الناس اللي رفضتك دي يجي عليها يوم من الايام هتندم ان هي ما كملتش معاك في حياتك، او هتندم ان هي رفضتك في يوم من الايام. فده اكبر رد ممكن ترده على اي شخص عمل معاك اي موقف ضايقك في حياتك على مدار حياتك كلها. فخلي مواقف الرفض اللي ممكن تتعرض لها في حياتك زي حافز ليك او دافع ليك انك تكون شخص افضل، انك تعمل حاجات مميزة في حياتك اكتر. لان انت لو عملت العكس، موقف الرفض ده هيفضل يتكرر في حياتك كتير، لان انت ما بتعملش حاجة جديدة، ما بتقدمش حاجة جديدة، ما بتحسنش من نفسك. على الرغم ان مواقف الرفض اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا ممكن تكون صعبة او محبطة بالنسبة لنا، لكنها فعلا لما بنفكر فيها بنلاقي ان هي بتحسننا للافضل، بنلاقي ان هي نقطة دافع لينا ان احنا نطور من نفسنا. ممكن فعلا نكون احنا مقصرين في حاجة معينة، في تعليم مثلا، في ثقافة، في حاجات معينة في حياتنا، فمواقف اللي احنا بنتعرض لها دي بتخلينا نتحفز اكتر ان احنا نعمل الافضل في حياتنا ونكون اشخاص افضل في حياتنا وناجحين اكتر. وكمان مهم جدا ان انت تحاول تساعد اشخاص حواليك عشان تحس ان انت شخص فعال في المجتمع وليه اهمية، سواء على المستوى الشخصي او على مستوى المجتمع اللي هو عايش فيه. دي حاجة فعلا مش بس بتساعد الشخص اللي قدامك اللي انت بتساعده، هي كمان بتساعدك انت شخصيا، تحس ان انت انسان ليه قيمة في الحياة وبيقدر يقدم حاجات في حياته وبيساعد ناس حواليه. والحاجة اللي انا فعلا مؤمنة بيها جدا ان علاقتك الروحانية القوية مع ربنا دي بتخليك تتجاوز اي موقف رفض ممكن تتعرض له في حياتك من اي انسان في العالم، لان انت بتحس ان انت في علاقة مع حاجة اعلى من كل البشر. يعني اي حاجة واي علاقة في الحياة ممكن تتعوض الا علاقتك الروحانية مع القوة العليا اللي فوق البشر كلهم. ده كان موضوع النهاردة، بتمنى انه يعجبكم، وياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس عشان يوصل لكم كل الجديد، ومنتظرة طبعا تعليقاتكم واقتراحاتكم لمواضيع جديدة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.